بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. صلوا على محمد وآل محمد. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى الشهداء بين يدي أبي عبد الله الحسين وعلى شهداء البحرين وعلى هذا الشعب المظلوم. السلام عليكم يا شعب البحرين المظلوم الوفي، تحية لكم جميعا من عوائل الشهداء، شكرا لكم. ونقول لهذه الأمة إن الحسين أبي عبد الله الحسين هو الثورة. أبي عبد الله الحسين سلام الله عليك يا أبا عبد الله، علمتنا طريق الحرية، علمتنا الإباء، ولن نبايع للظلمة. أنت من رسم خط الحسين، وقال الله سبحانه وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم ولم يقل بنبيهم، فكل الأمة تدعي بأنها تتبع محمد صلى الله عليه وآله، كذبوا وتعاونوا على قتل أبي عبد الله الحسين، فتبا لهم. ألا لعنة الله على أمة قتلت يا أبا عبد الله، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وشاركت في قتالك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. ونحن بريئون من هؤلاء الظلمة القتلة. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. نحن على دربك يا أبا عبد الله سائرين، نحن أنصار حفيدك الحسين ابن علي ابن فاطمة الزهراء جده رسول الله. أين الأمة تدافع عن يزيد ولا تدافع عن ابن بنت رسول الله؟ ها هو النفاق. وأنا أبشر المنافقين من خذل هذا الشعب. الله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فتبا لكم وسوف تدعون يوم القيامة كما خذلتم هذا الشعب بإمامكم يزيد. نحن نتبع أبي عبد الله الحسين، وما زلنا يا سيدي على نهجك سائرين. إن هذا الشعب المظلوم مثل ما أنت ظلموك يا أبا الأحرار، هذا شعب البحرين أيضا قدم التضحيات. نحن قدمنا أبناءنا من أجل الدين ومن أجل عزتنا ومن أجل كرامتنا، وهيهات منا الذلة، لن يركع هذا الشعب إلا لله سبحانه وتعالى. فهو ولن نبايع إلا سيدي ومولاي، اللهم عجل فرجه، هو أولي الأمر، هو من يتولى ولايتنا، هو هذا أبي الأحرار. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. وتحية للأبطال من خلف السجون. وفي هذه الليلة يا شعب البحرين المظلوم، ارفعوا أيديكم إلى جرحانا، اللهم شافي كل جرحانا بحق الحسين يا الله. اللهم أفرج عن كل المعتقلين يا الله. اللهم بحق هذا المظلوم أبي عبد الله الحسين سلام الله عليك يا سيدي، أنت من علمتنا طريق الحق، أنت من أنقذت هذه الأمة من دولة بني أمية طريق الكفر والضلال، فهنيئا لمن والى يزيد. وهنا نقول للكفرة الظلام إن يزيد
كان مستشاره أيضا من اليهود، فأنتم أيضا كما كان مستشاره سرجون الآن مستشاركم شمعون، فتبا لكم. ها هم أنتم طلعتم على حقيقتكم وتقولون نحن من أمة محمد وهيهات من ند الله. في رسالة إليكم من السجناء، في رسالة إليكم من عوائل الشهداء المسجونين، والد الشيخ، والد الشهيد علي الشيخ ووالد الشهيد الدمستاني، اللهم أفرج عن هؤلاء المظلومين يا الله. إن هذه الليلة ليلة أبي عبد الله الحسين، نحن ما زلنا نبايعك يا أبا عبد الله على العهد باقون، وسنسير في هذا الطريق حتى النصر بإذن الله تعالى. في أحد إلى كلمة لو أواصل؟ ها؟ يا شعب البحرين، بالنسبة لهذه الدولة المجرمة، الحكومة، الطغيان، الكفر، النفاق، ما فعلته بشعب البحرين من قتل وإبادة وظلامة وتهتك على الأعراض وتعذيب حتى الموت، لن ينساه شعب البحرين، اتسجل بهذا التاريخ. تاريخكم اتسجل الآن من هدما للمساجد وقتل النساء واعتقال النساء وقتل الأطفال الأبرياء وحتى الأجنة قتلهم. لن يساوم هذا الشعب في هذه الظلامة عليه، لن يبايعكم هذا الشعب. كفى كفى، لنتم منا ولحنوا منكم، خلاص انتهى دوركم يا آل خليفة، لن نبايعكم بعد اليوم. إن هذا الشعب الأبي، هذين أبناء الحسين، هذين أبناء برير، هذين أبناء خضير، هذين أبناء صعصعة، هؤلاء أبناء ميثم التمار، أن نحن على خط الحسين سائرين. كفى كفى النفاق، كفى الدجل، طلعتم على حقيقتكم، جبتون لنا من كل مكان علشان يقتل أبناء الشعب. القذافي قال جردان، انتوا ما قلتوا جردان، لكن صلوا البيوت، الغازات السامة يعني حشرات الأوادم أصبح شعب البحرين. هكذا تبا لكم. وأبشر أيها الظالم، أبشر بعن قريب، إن هذا الشعب سينتصر وسيهزمك كما هزم يزيد. أين يزيد؟ وأين قبر يزيد؟ وأين محبين يزيد؟ الحسين ما زال باقي، الحسين هو العطاء، الحسين هو الثورة، الحسين هو الحرية. لبيك يا حسين. وشكرا لكم أيها الشعب الكريم. ما في عندي كلام. أحب أوصل رسالة، أغتنم هذه الفرصة إلى عوائل الشهداء تحديدا. الرجاء كل الرجاء من عوائل الشهداء، عندي رسالة إليكم. طبعا أنا رايح أطرحها بعد حتى على قناة العالم، هذه الرسالة. إن هذا النظام سوف يقوم عن قريب، هناك جهات غير معلومة ستدخل إليكم بالمساومة على هذه الدماء الزاكية. حذاري يا عوائل الشهداء، حذاري من خذلان هذا الشعب، حذاري هذا الشعب الذي وقفنا، نحن دفعنا هذه الدماء من أجل قضية. لا مجال للخوف، لا مجال للتراجع. اللهم
تقبل منا هذه القربان الطاهرة الذين دفعناهم. سيدي أبا عبد الله بحق هذه الليلة تقبلهم مع أنصارك. يا عوائل الشهداء انتبهوا، هناك لجان قادمة أجنبية سوف تقوم في مقابلاتكم، وقد تكون بمغريات وقد تكون، بس هذا لا ينطوي عليكم، حذاري، انتبهوا. هذا الشعب الشريف هذا الشعب الشريف الذي وقف معنا كل الوقفة المخلصة، يجب أن نكون إن هذين الرموز اللي خلف القضبان من ضحوا بأنفسهم من أطباء من كادر طبي ومعلمين وأطفال ونساء أمانة في أعناقنا، نحن من أجل قضية هذا الجيل القادم أمانة في أعناقنا. حذاري، هذه وصية لكم يا عوائل الشهداء، انتبهوا، لا مجال للتراجع، هذا الشعب سينتصر بإذن الله، إذن الله منصورين أنتم، هكذا وعدنا. وأنتم دعينا إليكم بالفرج عند سيدي ومولاي تحت قبة علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، سلام الله عليه، أنت لن تخذل هذا الشعب، أنت سوف تنصر هذا الشعب يا حفيد الحسين، ادرك هذا الشعب المظلوم، وأنت ترى ما يجري علينا من مداهمات إلى الأبرياء واعتقال النساء والأطفال، هكذا فعل بني أمية، ها هم الآن أحفاد يزيد، ها هم الآن أحفاد شمر، ها هم الآن أحفاد عمر بن سعد، عليهم لعنة الله جميعا. اللهم لعن كل ظالم ظلم محمد وآل محمد، صلوا على محمد وآل محمد. Audio Jungle.